بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ إن شاء الله الشرح النموذج الرابع الجزء الثاني مع الباسمهندسة زينب. طيب بالنسبة للزوم اللي فات في حاجة بس حابب أوضحها لحضراتكم قبل ما نبدأ. السقف الدائري يبقى سكشن واحد بس، ما بنعملش اثنين سكشن. أيا كانت التفاصيل، يعني طريقة الإسقاط بتاعت السقف الدائري مختلف شوية عن الإسقاط السقف اللي إحنا عملناه في النموذج الأول والثاني والثالث. تمام؟ دي نقطة. النقطة الثانية، الشكل القبة أو الشكل الخرسانة حضراتكم اللي بترسموها هي بتيجي مع الملف الإنشائي اللي جاي مع المشروع. بس أنا لسه هنا بحب بس توضح لكم بس إن هي إزاي ترجمت الديزاين اللي في الصورة اللي على النت وعملتها القطاع الجانبي بشكل افتراضي، لكن الصح إن هي بتبقى جاية مع البروجكت بتاعت المشروع. تمام؟ عشان بس تبقوا متخيلين إن الشكل السكشن في القطاع الجانبي عامل إزاي. النقطة الثالثة، السكشن بتاع البلان الدائري بناخدها من السنتر، من السنتر الدايركت. السكشن البلان الدائري بناخدها من السنتر الدايركت، يعني ما بناخدهاش من فوق. احنا في البلان المربع كنا بنعمل قطع في اي مكان على حسب الشكل الديزاين. في السقف الدائري بناخد من السنتر الدايركت. الاسقاط الخطوط، الاسقاط الخطوط بناخدها من التقاطع بتاعت الدايره. يعني باسمهندسة زينب مثلا لو عملت كورنيشة كده، باسمهندسة زينب لو عملت الكورنيشة مثلا في المكان ده، يبقى الاسقاط البداية الكورنيشة من التقاطع. كورنيشة مثلا في الخط ده اللي عمل التقاطع ما بين الدايره وما بين الخط هو ده الاسقاط بتاع السكشن. ما بناخدش السكشن هنا او هنا او هنا. تمام؟ يعني السقف الدائري بالذات، يعني دي الخبره الاضافيه المختلفه عن النماذج السابقه. السقف الدائري انا باخد الاسقاط من الخط اللي في النص. يعني بس لو مثلا عملت دايره مثلا ثالث مستوى ثالث، يبقى التقاطع بدايه الدايره من التقاطع. التقاطع الدايره مع الخط. ما ينفعش اخد قطع من هنا او هنا او هنا. تمام؟ حبيت بس اوضح لكم النقطة دي عشان بس ايه تبقوا عارفين الفرق ما بين السقف الدائري والسقف السقف العادي. اتفضلي يا باشمهندسة زينب. وانا تمام كده يا باشمهندس، يعني خلاص ووريتهم شكل البلان في الآخر برضه عشان يكونوا شايفين الإخراج. فهما لو في استفسار أو حاجة يا ريت حد يتفضل. اللي عنده استفسار يكتب زيرو بس بعد كده. باشمهندسة أروى، اتفضلي يا باشمهندسة. السؤال باشمهندسة زينب. ألو، اتفضلي يا باشمهندسة. مساء الخير عليكم. انا عايزه سؤالين من فضلك يا باشمهندس. ايه هو السكاي لايت؟ والسؤال الثاني، يعني احنا مش لازم بقى نرسم، يعني القطاع بيجي جاهز المفروض من المهندس الانشائي، يعني احنا مش لازم نفهم يعني بالظبط اللي حضرتك شرحتيه ازاي نرسم الكروس سكشن، صح؟ يعني مش ضروري ان احنا مش هنعمله في التاسك يعني، صح؟ بصي، السكاي لايت زي كده يا باشمهندس. في الاول السكاي لايت هو الجزء الازاز اللي بيكون مفتوح، ده بيكون على السما فوق، انت تكوني شايفه الجزء اللي بره بيكون متغطي باي ماتيريال، فهو ده بنسميه سكاي لايت. بيكون ازاز وحواليه فريم شاسيه حديد. بالنسبه للرسم، هو المفروض بيكون جاي جاهز، بس احنا في الفصل بنحاول نتعلم نرسمه. فيعني نفضل طبعا تطبقيه لو انت فهمتي الخطوات، تمام، تطبقيه حتى تكون تكتسبي خبره منها، لكن في المشاريع هي المفروض بتيجي جاهزه. تمام، شكرا يا باشمهندس. لا فارق. طيب اي حد عنده الكورنيشة الاخيره من الوسط الثالث، هل بتكون مفتوحه من اعلى ومثبته؟ بس مهندسين، في نقطه بس اللي عاملاها باشمهندسة زينب صح، بس لما بنيجي نعمل القرانيش اللي في البيت النور، ممكن زي ما باشمهندسة على القطاع الجانبي اللي انت عاملاه في الشيك، القطاع الجانبي اللي انت عاملاه في الشيك بعد اذنك، هبقى اوضح لهم بس حاجه. طيب زوم بس على القطاع بعد اذنك. تجيب التفاصيل اوضح. زوم ده على القطاع ده بس، زوم بس عليه. لما يكون في كورنيشة من غير بيت نور، الشكل القطاع زي ما باشمهندسة زينب عملت كده تحت، تمام؟ لكن لو في بيت نور، القطاع الجانبي ده بيبقى معمول على 45، بيتعمل الجيبسون بورد على 45 عشان اعرف اثبت عليها الكورنيشة، تمام؟ الحاجه اللي فيها البيت النور، القطاع بتاعت المرايه بتبقى على 45 عشان اقدر بعد كده اركب شكل الكورنيشة اللي موجوده في الكتالوج لو انا عندي بيت نور. لكن انا لو هعمل كورنيشة من غير بيت نور، يبقى المرايه تكون مستقيمه، زاويه قائمه مستقيمه، تمام؟ لكن لو في بيت نور، المرايه بتبقى على 45 عشان اعرف اثبت عليها القطاع بتاعت الجيبسون بورد، القطاع بتاعت الكورنيشة، تمام؟ اتفضل يا استاذ.
ده كده بالنسبه باشمهندس سؤال باشمهندس عبد. يا ريت يا باشمهندسين اي حد عنده استفسار. اوكي تمام. طيب مع التطبيق بتظهر الاسئله اكثر. ما فيش مشكله حضراتكم لما تيجي تعملوا التطبيق واحنا بنعمل المتابعه زي ما قلت لحضراتكم احنا في اللايف او في المحاضرات بنشرح ازاي نعمل قطاع. في المتابعه البرايفت الناس اللي طبقت معانا حقيقه احنا شفنا نماذج كتيره جدا تطبيقات فوق الممتاز. فانا تقديرا للناس اللي عملت التطبيق فان شاء الله هيبقى ليكم متابعه برايفت. الناس اللي عملت التطبيق هتكتب رقم واحد او نبدا من دلوقتي ما فيش مشكله بعد ما نخلص الاسئله هبدا اعمل شير مع حضراتكم التطبيق الخاص بالنموذج الاول والثاني بتاع المحاضره الاولى واشرح لكم الكومنتات اللي موجوده في الفايل عشان تستفيدوا اكثر. وفي خلال فتره المتابعه هنبدا نكمل الليفل الاعلى. هنبدا دايما ايه بعد ما نخلص المستوى الاول اللي هو المبتدئ نبدا نخش بعد كده في الليفل الاعلى نوزع توزيع الاسبوتات نعمل طريقه الاخراج اللوحه طريقه الكتابات بتاعه اللوحه علشان دي بتبقى في المرحله الثانيه او الثالثه. المهم ان حضراتكم تبقوا بتستخدموا السكه بتاعتكم. ان شاء الله بعد ما نخلص الورقه الناس اللي التزمت معانا كل واحد يبدا يختار صوره من على النت. هبعت لكم مواعيد متابعه على حسب المواعيد المتاحه عندي. هناخد بس نص ساعه اللي حابب يكمل معانا مفيش مشكله. كل الناس اللي هتكون اتطبقت معانا ان شاء الله هعمل لحضراتكم وقت اضافي كل واحد يبدا يختار صوره من على النت. عايز اشوف حضراتكم استفدتوا فعلا من التطبيقات الست نماذج ولا لا. الحاجه الثانيه عشان حضراتكم تبقوا عارفينها كل محاضره بنعلي في الليفل التصميم بتاعها. تمام؟ فاحنا النهارده هناخد عدد محدود. الناس اللي حابه تتابع ممكن تكتب رقم واحد. الناس اللي عملت التطبيق هنكمل بعد كده بقيه المتابعه في الوقت المتاح بالنسبه لي. تمام؟ باشمهندسة زينب لو هم عندهم اسئله ممكن تسالوا باشمهندسة زينب. اللي عنده اسئله في النموذج الثالث ممكن تساله باشمهندسة رحمه وبعد كده نعمل متابعه. كنت عايزه اضيف حاجه بس يا باشمهندس. هو احنا على طول بنحاول نتابع على الواتساب او حتى على الجروب بتاع الفيسبوك. فاي حد فيه وهو بيطبق فيه مشكله او حاجه ان شاء الله يلاقينا بنتابع معاه. ويعني باشمهندس محمد فعلا ما بيزهقش من المتابعه فما تقلقوش من الناحيه دي. وانتوا بتطبقوا ابعتوا لنا بس وان شاء الله هنتابع معاكم يعني لو في اي استفسار. طيب في اي سؤال حضراتكم عايزين تسالوا عليه لباشمهندسة رحمه الخاص بالنموذج الثالث لو تمام اكتبوا رقم 2 عشان بس نختصر الوقت. الشير كده واضح. السلام عليكم الاول. اولا تسلم ايدك. هو بس ما شاء الله انت عامل تفاصيل حلوه في كومنت بسيط جدا كلكم وقعتوا فيها. طبعا ده شيء طبيعي اللي بالنسبه لاول مره اول مره تشتغلوا تحت. الديزاين عندك بنسبه 80% مظبوط بس في حاجات كده ايه وقعت منك وانت بترسم التصميم. ايه هي؟ ممكن تصغر البلان عشان اشرح الملاحظات بعد اذنك. الملاحظات اللي انا هشرحها تبقى مكرره في كل الناس اللي طبقت نفس النموذج. اول حاجه ممكن لازم بس تمام كده. اول حاجه يا باشمهندس ممكن تجيبها على الشمال شويه عشان يبان التصميم جنبه بعد كده. يبان التصميم جنبه. اول حاجه التصميم الصوره الاولانيه ممكن من حضرتك الاوتوكاد الحته دي تمام صح مفيش مشكله انا اغير بس اللون بس تبقوا شايفين الديزاين. اول حاجه الجزء ده المفروض ان هنا في تجديده الحته دي نعمل علامه الاكس معناه ان ده فراغ بتاع تجديده الحيطه نعمل علامه الاكس. تمام دي اول حاجه. ثاني حاجه في الجزء اللي حضراتكم شايفينه في الجنب هنا المفروض ان الكورنيش هتمشي كده بعد كده تطلع بارز وبعد كده تمشي وبعد كده تنزل ثاني وبعد كده ترجع زي التصميم اللي موجود في الصوره الثانيه اللي هي موجوده في الجنب هنا. كلكم ما خدتوش بالكم من الحته دي. فالكورنيش هنا لما هتمشي الكورنيش المفروض هينزل كده وبعد كده ينزل كده وبعد كده يطلع البارز 15 وبعد كده ينزل ثاني وينزل ثاني في المستوى الحيطه واخد اوبسيت الكورنيشه على 45 يبقى انا عندي الاسقاط الكورنيشه اللي هي بتاعت الجزء ده. دي اول نقطه. النقطه الثانيه لما حضراتكم مثلا لو عايزين المسافه دي 60 سم تمام هتحسبوا ال 60 سم هنا من بعد 15 سم. يعني انا لو عندي بروز حيطه 15 يبقى 15 زائد 60 يبقى 75 يبقى الجنب ده هيبقى فيه بروز 75. الجنب الثاني انا عندي 60 زائد 30 دي وحدات تخزين اللي هي الخاصه دي زي النيش في اللغه المصري او وحدات ارفف اكسسوارز للداينم معروف ان هي بتبقى 30 سم. هيبقى عندي هنا 60 زائد 60 30 زائد 60 او 30 زائد 50 على حسب المرايه اللي حضراتكم عايزين تعملها. دي اول نقطه. النقطه الثانيه بالنسبه للجزء ده هنا نفس الكومنت برضه هنا في بروز ممكن نجيب الصوره الثانيه بعد اذنك يا باشمهندس.
الصوره اللي جنبها بعد اذنك، الصوره اللي جنبها. انا حاول بس امسح السكتش. في بروز هنا برضو، في بروز زي ما حضراتكم شايفين هنا، في بروز دي مش موجوده في البلان. ممكن نرجع للصوره اللي قدام حضراتكم هنا، في بروز انا هرسمها لكم في السكتش بقى عشان ما غيرتش الصوره. يبقى انا عندي الحيطه هنا في الديزاين المفروض الحيطه تمشي بالتقييم عادي. لا ده سوري، ده الجزء اللي هي اللي عند الترابيزه. انا عايز الجزء بتاع الريسبشن بعد اذنك. ايوه الصوره دي بعد اذنك. انا عايز اللقطه بتاعت المنطقه دي، في لقطه ثانيه بتاعت المنطقه دي بعد اذنك. في لقطه ثانيه بتاعت الليفل. عايز اللقطه بتاعت الليفل. تمام؟ ممكن بس زوم على الصوره دي بعد اذنك، زوم على الحته دي بعد اذنك. طيب لو خدتوا بالكم حضراتكم هو عامل تجديده ديكور في البلان، فالمفروض التجديده دي نعملها في البلان، هنعملها لكم بس. ما هو ظاهر لا هو ده صح، ظهر الصور صور بس. هو انت عامل صح بيلا عشان اعمل السكيبت يعني، ولا ما فهمتش برضه؟ اه اوكي تمام كده تمام. اه كده تمام يا فندم. لا هو اختفى تاني يعني، ممكن بس بعد اذنك شغال. تمام هو ظهر عندي صفحه بيضاء، هو ظهر عندي في اللايف صفحه بيضاء، وظهر عندي على الشاشه برضه صفحه بيضاء. فممكن بعد اذنك بس، هو ممكن الفايل بيحمل بس. اوكي هو الفايل بيحمل بس، تجيب الفايل زي ما هو مفيش مشكله. طيب هشرح لحضراتكم. يبقى انا عندي هنا في البلان شغال. يبقى انا عندي في البلان الصوره اللي قدام حضراتكم هنا في البلان هيبان ازاي؟ المفروض ان ده الحته بتاعت اللي هي بتاعت منطقه الطعام، في برود بعد كده كده، بعد كده عامل بقى مكان التجديده اللي هي بتاعت التلفزيون. التجديده دي المفروض تتعمل في البلان، في البلان بتاعها. عشان لما نيجي ناخد الكورنيشه، الكورنيشه هتبتدي من هنا زائد العمق 15. فممكن البلان تاني بعد اذنك يا باشمهندس، ممكن تعمل زوم على البلان منطقه الريسبشن. تمام. يبقى احنا عندنا هنا همسح بس الكيس. عندنا هنا في تجديده بارده. المفروض ان هنا في تجديده برود 15 اول حاجه. يبقى انا هعمل هنا برود، بعد كده هو عامل عمود ديكور اللي هو المعبره اللي هي شكل المعبره في الجنب اليمين والشمال. بعد كده هنا في تجديده، بعد كده هنا في البانو فتحه التلفزيون، التجديده بتاعت التلفزيون، بعد كده التجديده بتاعت الحيطه، وبعد كده رجع ثاني على الحيطه. فاذا هنا لما اجي احسب ال 60 سم، احسب ال 60 سم من هنا زائد العمق 15. فالسقف هنا ده هيظهر شويه. يبقى انت عندك السقف ده هتاخد بوكس 15 وبعد كده 60، وبعد كده من بعد بيت الستاره 60، وهنا برده من بعد الحيطه 60، وهنا برده بدايه السقف يمشي مع بدايه السقف بتاعت الطفل. بدايه السقف هنا اللي هي كورنيشه يمشي مع نفس بدايه السقف بتاعت الطفل. يعني ده يرجع لورق الستريس عشان يبقى على نفس الارض. تمام؟ دي الملاحظات بس اللي موجوده عندك اللي هتظبطها عندك في الطفل. تمام؟ شكرا يا باشمهندس. ممكن التصميم السقف الثاني. ممكن ندوم بس بعد اذنك. واضح كده؟ دوم بس على الحته دي، انا بس الخلفيه صوره، دوم بس على الثانيه. تمام. هنا الجبسون بورد يا باشمهندس، لما تيجي تعمل الجبسون بورد، الجبسون بورد دايما بيبدا من لحد المرايه. الجبسون بورد مش لازم تغيرها يا باشمهندس، مفيش مشكله، عشان بس وقت الزوم خليها زي ما هي. اوكي طيب شكرا يا باشمهندس. طيب هنا برضه ما ينفعش اعملها ماشي الجبسون بورد بعد المحاره. تمام اوكي التصميم هنا عندك. تمام مفيش مشكله، الديزاين ده مظبوط مفيش مشكله، هو بس الملاحظه بس في التصميم اللي عندك. تمام طيب تمام. نرجع للسقف الاولاني تاني بعد اذنك. السقف الاولاني لا، السقف الاولاني النموذج الاولاني بعد إذنك. النموذج الاولاني بعد إذنك. بص يا باشمهندس، طبعا السكشن الجانبي في الجزء ده ممكن تعمل زوم على الحته دي بعد اذنك. زوم على الحته دي. اوكي. طبعا هنا الجبسون بورد، الجبسون بورد في التنفيذ بنعمل الجبسون بورد لحد الاخر. بنتعامل على ان السقف لوحده والتجديده الحيطه لوحدها. المرايه اللي هتتعمل هنا اللي احنا كنا عاملينها في التطبيق بتاع باشمهندس رحمه النهارده هيتعمل في تجاليد الحيطه، بتبان في السكشن الجانبي في القطاعات. لكن في السقف بنكمل الجبسون بورد لحد الاخر. تمام. الجبسون بورد بنكمله لحد الاخر، وبعد كده بنعمل زاويه، بنركب زاويه، بنعمل مرايه ساقطه عشان نعمل التجاليد بتاعت الحيطه اللي نازل في الديزاين. ممكن تجيب الصوره بتاعت التصميم بعد اذنك. الصوره بتاعت التصميم.
ده نظام يعني حضراتكم هنا لما بنيجي نشتغل في الموقع ما ينفعش اشتغل في التجاليد الحوائط قبل تركيب الجسم بورد، قبل تركيب الارضيات سوري. فلازم التجاليد الحوائط بنعملها مرحله ثانيه، يعني بنبدا دايما من السقف الاول، فالسقف هيوصل لحد المقهره، وبعد كده انزل المرايه اللي هو الكابل الديكور اللي موجود قدام حضراتكم اللي بنعمل لها التجاليد في البلان المعماري. تمام؟ فلما نيجي نرسمها في القطاع السقف البلان السقف هنكمل الجبن بورد لحد المقهره. لما نيجي نعمل الكابتن الجانبي بتاع القطاع ده هيبان ازاي؟ هيبان القطاع الجانبي اللي هو العمق المرايه، وبعد كده بيت النور، بعد كده المرايه الداخليه، والجزء ده هيبان بقى تجديده هنا المرايه بتاعت الكورنيطه اللي تحت، نعمل جبن بورد اللي هي الفتحه بتاعت البيت النور اللي هو عاملها هنا. تمام؟ بنركب الكورنيطه هنا، بنعمل الجزء ده في التجديده بتاعت الحوار، لكن في السقف ناخد القطاع الجانبي اللي هي لحد الحيطه بتاعت المرايه. تمام؟ هنا برضه نفس الكلام، الجبن بورد بيوصل لحد الاخر، وبعد كده بنزل المرايه وبعمل القطاع البيت النور زي الديزاين الموجود قدام حضراتكم. تمام؟ شكرا يا باشمهندس، بعد اذن بس مفتوح النساء. تمام العفو يا باشمهندس. باشمهندسه سروق حسن. باشمهندسه سروق حسن بس وقت الزوم. باشمهندسه فاتن. ايوه يا باشمهندس. اتفضل يا باشمهندس. افتح الشير بعد اذن. تمام. كده الشير واضح؟ طيب اه كده ظهر تمام. ممكن دوم على السقف. تمام. ممكن دوم بس بعد اذن. هو الرسم هنا مش اوكي، ممكن تقوم بقى على الحته دي بعد اذنك. اوكي، زي ما قلت لحضراتكم هتكملي السقف لحد الاخر، الجزء ده مش موجود، الجزء ده مش تحت. لان انت عندك اصلا ده مستوى ثاني، ده مستوى ثاني خاص بالتجاليد الحته، مالهاش علاقه بالسقف. ده مستوى ثاني انت تعمليها تبع السقف. لو عندك عامله زي كاميرا يبقى انا هعمل الكود زي ما كانت عاملاها باشمهندسه رحمه النهارده في التطبيق النموذج الثالث. لما كان في دولاب تحت الكاميرا تحت الكورنيشه فخدنا الجبن بورد كده كملنا، لكن لو في بيت نور او هنا في بيت نور يبقى التجربه دي تبع الحوائط مش تبع السقف. فهنا في التصميم هتاخدي الجبن بورد لحد الاخر والجزء ده مش هيبقى موجود. تمام؟ الكورنيشة هنحطها عادي مفيش مشكله، بس لما تيجي تعملي هنا دوت ترسمي هنا دوت دوت كده اللي هو الشكل التجديده اللي هي تبع ايه الحوائط. اول ما الاقي الدوت اللي حاجه مش هتتكسر، لان دي قطع للسقف. الحاجه اللي مش ظاهره في القطع السقف بنعملها دوت. الحاجه اللي تبع السقف بنعملها خط. تمام؟ انت هتعملي الدوت هنا عادي اللي هي بتاعت التجديده بتاعت الحيطه بس دوت اللي هي اللي فيها التجديده اللي فيها البيت النور بتاعت الديكور الحيطه اللي في الجزء اللي في النص اللي ما بين اليونت التخزين اليمين والشمال. ده بالنسبه لاول واحد. ممكن تغيري بس البلان بعد اذنك. طيب هنا ممكن تعملي زوم بس هنا برضه نفس الكلام. هنا برضه نفس الكومنت شكل الكورنيشه صح، شكل القطاع صح، بس زي ما قلت لحضراتكم ان الجبن بورد بيتعمل على 45. الجبن بورد بيتعمل على 45. هنا الاسقاط ده مش هيبقى موجود، المرايه هتبقى لحد الاخر، الجزء اللي فوق ده مش موجود. هو في طريقه ثانيه، في طريقه ثانيه ان احنا ممكن نعمل المرايه نازله لحد تحت وبعد كده الكورنيشه المسطح الجبن يجي على المرايه، دي ما يبقاش موجود. بس عشان احنا بنعمل تجاليد الحوائط بعد تركيب الارضيه ما ينفعش اعمل تجاليد الحوائط قبل تركيب الارضيه. كده واضح يا باشمهندس؟ ممكن تغير بس البلان؟ يا يوسف غير بس زي ما قلت لك. بس تمام. بالنسبه للجزء الثاني ده تحت مظبوط مفيش مشكله. تمام. ممكن الجزء بتاع الريسبشن الجزء بتاعت الريسبشن المرايه بتاعت البيت بتاعها تحت تسلم ايدك. هنا المفروض يبقى فيه قطاع، لان القطاع هنا المفروض ان يبان الجبن بورد واصل لحد فين؟ لحد الحيطه في المقعد. القطاع هنا في الجزء ده. تمام؟ السيستم هنا برضه نفس الجبن بورد يكمل لحد الاخر والجزء اللي ده مش هيبان، لان دي تجديده تبع الحوار. يعني مش مهندس المرايه بدل ما هي تطلع لفوق تبقى تحت، يعني مكمله تحت الكورنيشه صح؟ لا المرايه هتكمل تحت الكورنيشه وبعد كده بعمل تجديده جديده للحوائط بعد ما بركب الارضيه بتاعت الموقع. تمام. ده لو هكمل الجبسون بورد للاخر لغايه المحاره، لو مش هكملها ممكن اعمل المرايه اللي انا عاملاها دي.
افهمك الموضوع. لو عندك مثلا زي ما باشمهندسه رحمه عملت التصميم السقف بتاع النموذج الثالث النهارده، لما هي عملت الكوت 55 وبعد كده عملت الكورنيشه وبعد كده قفلت السقف من 55 لحد هنا. ليه؟ لان تحتها دولاب. هو واضح ان في مشكله عندك في الزوم، الزوم برده خرج اوكي، لان في دولاب تحت الكورنيشه، فالدولاب اللي تحت الكورنيشه مش تبع التجاليد الحيطه دي، تبع الكورنيشه. فعشان كده انا عملت الاسقاط الجانبي في البلان السقف. لكن لو انت عندك تجديد على الحيطه جبتم بورد، يبقى احنا بنقف لحد زي ما احنا رسمنا هنا بالظبط، وبنعمل تكمله التجديد الحوائط بعد تركيب الارضيه. تمام؟ تمام. اوكي. طيب ممكن النموذج اللي بعد، النموذج الثاني. انا بحاول بس امسح الاسكتش بس. طيب اوكي. النموذج الثاني تمام، تسلم ايدك. النموذج الثاني ما فيش مشكله. اوكي ماشي، تسلم ايدك يا فندم. ممكن بس تاخذ من السير بعد. شكرا يا باشمهندس. تمام شكرا. شكرا لكم جميعا. المحاضره الثانيه النموذج الرابع تطبيق باشمهندسه زينب فارس. طبعا بدخل كل الناس اللي عملت معانا التطبيق الخاص بالمحاضره الاولى، وان شاء الله باذن الله هتابع مع حضراتكم من خلال صفحتنا على الفيسبوك الوان ورك توب. هتلاقي برضه تطبيقات خاصه بالمشتركين اللي حضروا معانا في الواتساب. في انتظاركم ان شاء الله في المحاضره الثالثه النموذج الخامس في الفيديو القادم.